السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك، والذي سنتحدث فيه عن صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي. الفهري المكي ابو عبيده بن الجراح مشهور بكنيته، صحابي جليل، أحد العشرة المبشرين، وأحد السابقين الأولين، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فهو أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، أمين هذه الأمة، ومن كبار الصحابة وفضلائهم، وممن جمع القرآن العظيم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح متفق عليه وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليعلمهم الإسلام والسنة، فلما قدم أهل اليمن على رسول الله، قالوا ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح، فقال هذا أمين هذه الأمة، وفي رواية: لأبعثن معكم رجلا امينا حق امين فاستشرف لها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا ابا عبيده بن الجراح متفق عليه وقتل رضي الله عنه اباه يوم بدر وكان كافرا وفيه نزل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ الآية وأبلى يوم أحد بلا عن حسن وهو الذي نزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابت فانقلعت ثنية أبي عبيدة بن الجراح فحسن ثغره بذهابهما حتى قيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي أبو عبيدة ابن الجراح وهو الثنية المكسورة وكان رضي الله عنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر فقد قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أي أيوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه قالت أبو بكر قيل ثم من قالت عمر

قالت ثم ابو عبيده بن الجراح رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه نعم الرجل ابو عبيده بن الجراح رواه الترمذي وصححه الالباني وعزم ابو بكر على توليه الخلافه واشار به يوم السقيمه لكمال اهليته عند ابي بكر فقال قد رضيت لكم احد هذين الرجلين عمر وابو عبيده بن الجراح، وامره ابو بكر على الجيش الذي فتح الشام، مع عمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنه رضي الله عنهم جميعا، فكان امير الامراء بالشام، وهو الذي بنى مسجد دمشق، واول من صلى اماما فيه، وهو الجامع الاموي بدمشق، وكان رضي الله عنه. زاهداً ورعاً فلما قدم عمر الشام وتلقاه الأمراء والعظماء فقال أين أخي أبو عبيدة قالوا يأتيك الآن فجاءه على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه ثم قال للناس انصرفوا عنا فسار معه حتى أتى منزله فنزل عليه فلم ير في بيته غير سيفه وترسه ورحله قال عمر لو اتخذت متاعا أو قال شيئا قال يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل وفي رواية أن عمر قال غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة وارسل له عمر مره باربعه الاف او باربعه مئه دينار ثم قال للرسول انظر ما يصنع بها قال فقسمها ابو عبيده ثم ارسل الى معاذ بمثلها قال فقسمها الا شيئا قالت له امراته نحتاج اليه فلما اخبر الرسول عمر بما فعل ابو عبيده قال عمر: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع مثل هذا. وقال عمر مرة لأصحابه: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفق منه في سبيل الله، ثم قال: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا، أنفق منه في سبيل الله وأتصدق، ثم قال: تمنوا، فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين، قال عمر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا، مثل أبو عبيدة بن الجراح. وروي عنه رضي الله عنه انه كان يسير في العسكر ويقول الا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أخطأ ما بينه وبين السماء والأرض، ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن، وكان رضي الله عنه يقول: ما من الناس من أحمر ولا أسود، حر ولا عبد، أجمين ولا فصيح أعلم أنه أفضل مني بتقوى الا أحببت أن أكون في مسالخه فرضي الله عن أبو عبيدة بن الجراح الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه والى حلقه قادمه باذن الله ومع صحابي جليل من صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم الى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.